ديزاين فهي نتيجتها أننا بعثة خلاص لا أريد أن أسمع أنا زيبة هاي أسعد الله يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة عن طالبة محملة وكسلة لا تهتم بدراستها ولم تسمع نصيحة صديقتها بل نصيحة معلمتي أيضا. وأخيرا هي راسبة في الامتحان. إذن كالطلبة علينا أن نهتم دراستنا. علينا لا نضيع أوقاتنا لأن الوقت الذي فات لم تعد إلينا مرة أخرى. قال الحكماء الوقت أثمن من الذهب. الطائر المبكر يفوز